أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية إلقاء القبض على ما تعرف بأم الدواعش جنوبية مدينة الموصل، وذكر بيان للمديرية أن مفارزها ألقت القبض على إحدى الإرهابيات المندسات بين النازحين في مخيم الجدعة بالقيارة جنوب الموصل، والتي كانت تعمل على إيصال المواد الغذائية لعناصر داعش في أوكارهم. وأشار البيان إلى أن الإرهابية من المطلوبات القضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب.